هذا السائل يقول: مدرس يعمل في إحدى المدارس الأهلية وينص عقده مع المدرسة بعدم إعطاء دروس خصوصية، وعندما يسأله صاحب المدرسة هل تعطي دروسا خصوصية يقسم بعدم إعطائه أي دروس، والسؤال: هل يحق لهذا المدرس أن يعطي دروسا، وهل هذا مخالف للعقد، مع العلم بأن ذلك لا يؤثر على عمله في المدرسة؟ لا يحل له أن يأخذ دروسا، أن يعطي دروسا خاصة، مع أنه ممنوع نظاما لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الرجل المدرس دخل على أنه ملتزم بجميع الشروط التي تقتضيها الوظيفة، ومنها لا يدرس دروس خصوصية، وعلى هذا فنقول لا بد أن يستأذن من يحق له أن يسمح له في أن يعطي دروسا خصوصية، فإن أذن له فذاك، وإن لم يؤذن له فإنه لا يحل له أن يعطي هذه الدروس. السائلة تقول بأنني كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية نظرا لأنني مدرسة، وكنت لا أعتقد أنها حرام لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك، أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز وندمت على ذلك، ولكن هل المال الذي جمع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة؟ هل تكفي لتطهيره، أي لتطهير المال وإن كان حراما، فكيف أتصرف فيه خاصة بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة، فكيف لي التخلص من ذلك مأجوري؟ من المعلوم أن هذا العمل المحرم ليس محرما شرعا في حد ذاته، لكنه محرم لأمر ولاة الأمور، لنهي ولاة الأمور عنه، لكنه محرم لنهي ولاة الأمور عنه. وهذا العوض الذي أخذته السائلة قد أدت مقابلة إلى المتعلمين، فهي أعطت عوضا وأخذت عوضا، وإذا تابت، إذا تبين لها أمر ثم تابت، فما اكتسبته حلال ولا يلزمها أن تتصدق به، لقول الله تبارك وتعالى في المعاملين بالربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلتهنأ بهذا المال الذي اكتسبت، ولتعلم أنه لا شبهة فيه ولا إثم عليها فيه.